من بعد ما كشف دايلر عن خبر خطوبته من الإعلامية السعودية قبل أيام، طلع بفيديو على يوتيوب بعنوان ليش قررت اتزوج وعمري 19 سنة، واللي كشف فيه أنه كان مجرد مقلب بالمتابعين لا غير. فشو رأيكم بمقلب دايلر؟ أما عبد الله من سعودي ريبورترز فرجع يتفاعل من جديد على إنستغرام بتنزيله لستوريهات وبوستات خلال شهر رمضان، فآخر بوست شاركه كان قبل ساعات وكان كثاني صورة شاركها من المستشفى، وعلق بي إذا ما تقدر تسويها وأنت شجاع سويها وأنت خايف، بس أهم شي تسويها. أما عزة زعرور وزوجها نور فشاركوا أول فيديو على قناتهم الجديدة اللي راح تكون قناة عائلية باسم عائلة عزة ونور. أما هايلة تي في فشاركت صورة جديدة على حسابها على إنستغرام كأول صورة لها بعد عودتها، وهذا بمناسبة توثيق حسابها على إنستغرام، وشاركت كمان فيديو على يوتيوب عرفت فيه المتابعين على أختها ألما بعد 4 سنوات غياب، وانصدم المتابعين من شكلها حيث لاحظوا أنها كبرت وتغيرت بشكل كتير كبير عن السابق. فشو رأيكم أنتو؟ أما أبو فلة فتخطى حاجز 15 مليون مشترك على يوتيوب، وبمهالمناسبة نظم مسابقة جديدة لربح 10 سيارات. ألف مبروك لأبو فلة. انصدمنا قبل ساعات من صباح خبر مرض خالد مقداد أب كل من عصومي ووليد ودخوله للمستشفى، حيث شارك عصومي صورة مع والده من المستشفى وعلق به اللهم رب الناس أذهب البؤس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما دعواتكم. نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويمد الصحة والعافية. وبالأخير احتفلت نارين بيوتي اليوم بعيد ميلادها 21 بدبي، حيث شاركت هاي الصورة على حسابها على إنستغرام مع قطتها تشيكيتيتو، وكتبت اللي بيعرف شو تاريخ ميلادي بالهوية يربح معي غسالة يلا نشوف، ووضعت تلميح بالشهر الأول. واحتفلت مع صديقتها سارة باليخت بنص البحر، فهي كانت بعض من الستوريهات من حسابها على إنستغرام. كل عام وانت بألف خير نارين عقبة للمية سنة.